كنا نحييكم بكم بهذا البث المباشر. اليوم كتوجد مدينة الرباط بالضبط في منطقة الحجمي، حيث وقعت السيارة تلح السيارة هنا تاخذ لها شابين، شاب وشابة، على ما يروج في نطاق الوسائل مواقع التواصل الاجتماعي. فاليوم هو التدخل ديال الوقاية المدنية باش يكون البحث على هذه السيارة هذه ويجبدوها من تحت المياه. نسأل الله اللطف والله يرحم الشابين اللي ماتوا هنا. فالواحد فاش كيمشي يدير شي حاجة خصو ياخد الحيطة ولا حاجة. فحنا حاليا كما كنشاهدو هنا كاينين الغطاسة وكما كتسماو في الوقاية المدنية الضفادع. فقالك كاينة هضرة على أنهم شافو شي حاجة، يعني شي حاجة كما كيعرف الجميع القصة هذه ديال شابين شاب وشابة داخل سيارة من نوع الباصات تحت في البحر إثر فاش تعصب الشاب ومشى بواحد السرعة فائقة وطلعت السيارة من هذا المنحدر هذا كما كنشاهدو. حاليا السيارة كتواجد تحت المياه. رجال الوقاية المدنية وما يطلق عليهم باسم الضفادع فهما كيديروا كل الوسع ديالهم باش يجبدوا هاد الجثتين. ونسألوا الله اللطف والله يرحم الجميع والله يرحم هاد الناس هادو. Thank you. سمي واعر هذاك، بغيت نزيد شويه لقدام ولا كيخصها تجي من الدوخه؟ لا لا بريسكا. عاطي معاك لا تمشي تدخل داخل وتطلع ديك الطلعه. طول سير عنده سير عنده قرعه قرعه سير عنده سير عنده القرعه القرعه أول شيء أول شيء Yeah. هناك أحد الشهود يقول على أنه شاف سيارة في شي مكان، فاحنا غادي نتبعو دابا نشوف شنو غادي يكون. مسحوبين بالسلطة ورجال الشرطة كذلك والقية المدنية وأعوان الشرطة، الكل يلتحق بالشاب الذي يعرف مكان السيارة. شيء هو هذاك راه ما تزعموش ما يعرف يتحاور معاهم. ما تزعموش ولا شويه اللور الله يخليكم. مغامره كيف المغامره كتبغي مغامره كيف ما هي ديفيرتيجي تم غاديها. ولاد الناس شنو كيديروا هنا؟ كنت الدري شافها هنايا قامت بمحاولة ليش ناخذوا مطرية؟ ناخذوا مطرية بلاش دابا يوسف طرق لايف عبد الحق شوف ما نطلقش معاك باش نجي مطرية ويمشي بحالو باش نجي التليفون ديالك شاور جدا من يوسف يوسف يا غيب كامل لي